أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم خلاص أتي المنادى. المنادى ما هو؟ نقصد بالمنادى الذي يأتي منصوبا، لأن المنادى منه ما يأتي مبنيا على الضم في الأعلام. مثلا إذا ناديت مثلا أنا يا محمد يا محمد محمد محمد، نقول يا محمد، ما هو يا محمد؟ يا محمد مبني، هو مش مرفوع. هاك تقولوا مرفوع ولا هو مش مرفوع؟ على مرفوع. ايه نعم احسنتي، محمد مبني على الضم في محل نصب. منادا من يا، يعني ادعو محمدا، هذا هو التقدير، هذا هو التقدير عند العرب. لكن نحن لا نقصد بالمنادى هذا، نقصد بالمنادى المنصوب كالنكرة، النكرة المشاء، النكرة غير موصوفة، النكرة مقصودة، النكرة مقصودة، لا النكرة غير مقصودة، النكرة غير مقصودة والمضاف، النكرة غير مقصودة. العلم المفرد والنكرة مقصودة هما اللي يجوا مرفوعا فقط، مش مرفوع، مبني، مبني في محل رفع، مبني في محل نصب، محل نصب، محل نصب، مبني في محل نصب. هي مثلا قول يا عبد الله، يا عبد الله، لاحظ هنا عندنا نصب يا عبد الله، طيب لفظ الجلالة مضاف إليه. لكن يهمنا نحن هنا، يهمنا كلمة عبدة منصوبة على النداء، منصوبة على النداء، يعني هو المنادى يا عبد الله، عبد هو المنادى هنا، ناديناه باش منصوب. تفضل. مبني على الفتح في محل منصوب. لا هو مبني على الفتح في منصوب، منصوب يا رجل، منصوب باش منصوب، بل عامل تقديره أدعو، تقديره أدعو، لكن الراجح أنه منصوب بحرف النداء، بأداة النداء، بأداة النداء. نعم هذا الراجح أنه منصوب بياء، منصوب بياء، لأن ياء وآ ها و، لأنه الأصل عدم التقدير. لا لا تقدير ومقدر، ما هو الأصل عدم التقدير؟ بل هو مقدر، لأن ياء هنا بمعنى أدعو، ياء تملياء مقدر. إيه نعم مقدر فعل، مقدر فعل في مكان. هذا الحرف هو الحرف يا، هذا هو حرف كي جيت على واش تقول يا، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الاعراب، بمعنى ادعو، بمعنى ادعو. ايه عبده منادى بيا منصوب بها وعلامه نصب الفتحه ظاهره اخره ومضاف، لفظ الجلاله مضاف اليه مجرور بالاضافه وعلامه جره كسر الظاهره الاخره وانتهى. فماذا هذا المنادى؟ وكذلك مثلا نقولوا مثلا شبيه بالمضاف. نعم المضاف والشبيه بالمضاف. لا 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 نقصد النوع الثاني في النداء، في المنادى، وهو النكرة واش غير المقصودة. مثلا يا يا مذنبا، يا مذنبا ها، والله مثلا يا تاركا لصلاته. نعم ايه، فهذا نكرة غير مقصودة، لا اقصد واحدا بذاته، بل اقصد كل من اتصف بهذا الوصف. مثلا قولوا يا غافلا والموت يطلبه، تعرفون هذا البيت؟ هلا يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا، يا غافلا، يا أداة نداء على السكون لا محل له من الاعراب بمعنى ادعو، ما تقولش بمعنى ادعو كاع. غافلا نكرة واش؟ غير مقصودة، غير مقصودة يعني نكرة هكذا. ايه منصوب ب واش؟ منادى، منصوب ب يا النداء على الرجع وعلامة نصب الفتحة ظاهرة على آخره. هذا هو في المنادى ما هو المقصود. بقي واحدة شيخ. نعم؟ بقي واحدة. المصدر. تاع الشبيه بالمضاف يا صاعدا الجبل. يا صاعدا الجبل، هذا شبيه بالمضاف. ما نعقدوش الأمور. لا غير في إيه نعم صحيح. صفات أخرى. صحيح. لكن مانيش حاب أن خطر على بالك حتى. لا الشيخ برك أنت ذكرت النكرة غير مقصودة وذكرت المضاف الشبيه بالمضاف والبقية كلها والبقية كلها مبني. محل نصب. نعم صحيح. هو انا قصدي التمثيل، مش قصدي نذكر كل الاجزاء، فهمتني عبد القادر؟ مش قصدي نذكر كل الاجزاء، كيما دوكا تبان لك في الاستثناء، نذكر مثال واحد، ما نبداش الاستثناء متصل ومنفصل وبمعنى مجمل تام وناقص ومثبت ومنفصل، كاع تعبوا كيهربوا ما يجوش عشيه. الاستثناء او عفوا هو الاستثناء، لان نقصد نحن المنصوبات،
حال منصوب مستثنى اذا نقصد نقول مستثنى المستثنى المستثنى مستثنى بإلا ها مستثنى بإلا علاش يجيبوا إلا لأن هي اللي بعدها عند الحالات إذا الجمل إذا كانت الجملة مثبتة تامة وجاءت بعد إلا كلمة فإنها تأتي منصوبة قطعا مباشرة نقول مثلا جاء الطلبة إلا شكون اللي ما جاش عليا عليا محمدا زهرة باركة ها علاش ما نديروش حاجة هكا تضمهم ممكن إلا واحدا إلا واحدا أو إلا بعضا ها واحدا ماذا نعرف واحدا مستثنى بإلا باش منصوب جميل منصوب بإلا منصوب بإلا فهمتم؟ لأن إلا هنا على بابها على بابها تفيد الاستثناء لا تفيد الحصر لا تفيد الحصر إيه على بابها لأنها تخدم هي الاستثناء وتخدم الحصر والقصر إذا سبقت بنفي نعم بنفي. إذا سبقت بنفي نعم. إذا جاء فاعل طلبة مفعول به ها عفوا جاء فعل ديتنا ديكلونش وقيل القرص خدم بها لغة جاء فعل ما مبني على الفتح لا محل له من الاعراب طلبة فاعل الا اداه استثناء مبنيه على السكون لا محل لها من الاعراب نعم مبنيه على السكون لا محل لها الا محل من الاعراب لانها حرف طبعا واحدا ها مستثنى مستثنى منصوب بالا وعلامه نصب الفتحه طائره على اخره ايه مستثنى بالا ولكن هذا عندها شروط هذا علاش اللي قال عبد القادر ابو شنا لان على بالك هنا هذا ما يسمى به هذا يسموه الاستثناء التام المثبت يعني تمت الجمله ومثبته غير منفيه فالاستثناء ما بعدها ياتي منصوبا قطعا طبعا ايه اذا كان موش كان تولف عندها لانه قد يكون ما بعدها يكون مرفوعا مثلا نقول ما جاء الا محمد محمد ماذا تعرف هذا؟ قل ايش مستثنى محمد ما هو هنا؟ فاعل محصور دل على القصر والحصر حصرنا ما قبل إلا فيما بعدها يعني لم يجد أحد إلا محمد يعني المجيء لم يقوم به إلا محمد فهمتم؟ إيه نعم هذا هو إيه زيد وش قالنا؟ قالنا نعت والعطف والتوكيد والبدل نعت عطف توكيد وبدل كما شفناهم مرفوعين وشفناهم مجرورين هيا شوفوهم منصوبين وخلاص بالريح وتنتهي يعني هذا بك هذا وش كاين تقلقوش باذن الله اليوم رانا كملنا كل النحو صدقوني اذا حبيتوا ما تصدقونيش معليش ثاني ها يا سيدي باش نبداو بالعطف ولا بالنعت النعت كالعاده النعت كالعاده النعت العطف التوكيد ابدا النعت قولوا رأيت أو فعل فاعل هيا طلع المفعول به رأيت ها يا طلع سيدي محمدا محمدا معليش ها محمدا وش به النعتون الجميلة الجميلة لا لا الشاعرة لا 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 ما يصلحش ما يجيش انا حاجة لا صفات تبع الموصوف النعت تبع الموصوف في كل الاحوال واش راه منكره خلي ها نعم تفضل تنكير في التعريف خلي اسكت التعريف يا سيدي شي دوك نخرجك هضر البطاقه ديالك طيب اخت واش عندك اعتراض عندك هي ما كانش يعني واش متبعوا صح الشاعر معرفه ولا لا الشاعر خلي لي لا ترونكيل لا تفضل اخت تفضلي اهلا وسهلا لا ما شفت الا العباره قراها لي معليش نقرا لك رايت محمدا الشاعر الشاعر عجبتك حصلتوش لي سنتيمون لا ما كاينش كلمه هنا الشاعر فقط الشاعر فقط لا ما زمن هو ما تصلحش هذا ما تصلحش يا جماعه علاش واي محمد راه نكره محمد النكره هو علم
يا الأخت الكريمة، محمد علم، علم. هل الأعلام نكرات؟ ها يا سيدي، هيا نحكي لك عن علم. من نكرة العلم؟ يأتي نكرة، مثال محمد، صح. أنا ما نقراش بزاف، لكن نقرا لك واش قال ابن مالك. قال ابن مالك في ألفيته: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقارن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صاحبا، وإن يكون مفردين فأض، وإلا أتبع الذي رد. حتما وإلا أتبع الذي رد. هذا هو شنو؟ علمه كجعفر وخرنقا، الخرنقة اللي هي عن الحيوان. إذا يكون علم على إنسان، حيوان على علم على حيوان، علم على مدينة، علم على شرقة مهيلة، لأن هذيك معزة والأخرى ناقة وهكذا. نعم تضحكي، شيء صحيح، هذا هو. إيه خلاص الآن اقتنعتي ولا مازال؟ اقتنعت الحمد لله، اللهم لك فاتحة له. نعم تفضلي زيد. لا فيها الجملة مشي صحيح. ما عجبتكش هذا؟ ها؟ بدلوا المثال. ها؟ راه ما فيهاش عريرقو، صدقيني. درك نشرحوها برك ونبدلوا المثال، معليش. رأيت فعل فاعل، محمدا معرفة، هو علم، معرفة، نعم، وهو منصوب باش، بالفعل، على ماذا هو منصوب؟ يعني أعطوني الدرجة تاعو، منصوب على المفعولية، هو مفعول به. إذا قولوا مفعول به منصوب برأى وعلامة نصبه فتح ظهرها إلى آخره، ونعتناه أنه الشاعر بالألف واللا. الشاعر، قلنا الشاعرة، الشاعر وصفت الكلمة. نعم طبعا. الشاعرة، فنقول الشاعرة نعت لمحمد منصوب بالتبعية وعلامة نصبه الفتحة ظهر على آخره. نعم. القابل نكرة، القابل المؤثرة، وغيره واقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. هند، مش عندك أنت يا هند؟ معرفة ولا لا؟ نعم. المهم لما عجبتك شنو بدلك؟ رأيت معليش دوكا نجيك ثاني مرة. رأيت طفلا وسيما. عجبتك، ما تقوليش ما عجبتكش. بدلك. رأيت طفلا، طفلا شنو نعرفوها؟ مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة ظهر، وسيما. نعت منصوب بالتبعية وعلامة نصبه الفتحة ظهر على آخره. نعم. شيخ ممكن أنه الله أعلم، بل تظن أنه لابد أن تسألها ما هي الأحكام اللي تعرفها على التعريف. وكي تعرف الالف واللام ولا فقط بالاضافه؟ معليش هي مش عارف التعريف عندها، واش تعريف المعارف؟ المعارف سبعه. هكذا المعارف سبعه. معارف سبعه. لا تؤاخذني شيخ، لست متخصصه في الادب العربي. ما قلت لك لا متخصصه، ما اخذتك، ما قلت لك والو. بالعكس نحن هنا لنخطئ، ما جيتيش البارح انت. لا لا لنخطئ، ماهوش لنتعلم، لازم نخطئ واش نتعلم. نعم نتعلم. يعني بلي احسن تعلم هو التعلم من الخطا، يبقى في الذهن. تبقى في الذهن. خلاص اطير دوكا هذه ان شاء الله باذن الله. هذا محمد الشاعر هذا، تولي دائما تشوفه. نعم. واسمعت كلماتي من به صمم. وأسمعت كلماتي من به صمم. طيب نأتي للعطف. العطف إيش؟ المنصوبات، ها؟ المنصوبات. طيب رأيت محمدا الشاعر و ها؟ لتونا عطفنا عليه يا سيدي. محمدا الشاعر و وعليا. وعليا، ذوك تسبق علي، ذوك دائما نجيبوك يا علي، سلام الله عليك. بالمناسبة أنا من آل البيت ومن ذرية علي. نعم، من آل الحسن، من آل الحسن. ولكن نحن يعني عدناش فيها، لا تقدم ولا تأخر. من بطأ به عمله لم يسرع به، مش من أبطأ به عمله، من بطأ. نعم. رواية مسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وهو يخاطبها: يا فاطمة اعملي يا بنيتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. سبحان الله. فالإنسان يعني هو ليس بتشريف إنما تكليف، العكس من أنت من آل النبي ينبغي تكون في مقامها، قدها كما يقولون. ها تملى بلا بلاصة. نعم. You hear me؟ ها؟ أكسبات شو كنت أقول أنا؟ خاطئ. ها؟ فيك خاطئ بالعلم. خاطئ. إذا أنت فلسفة. فلفسة. طيب وعليا، هذا عطف،
ما تدرونيش في مثال النعت، راني نكمل فقط في النداء. تقوليش هاك درتوا لي في النعت، لا راني نكمل فقط. ها هذا راه هنا بيناتهم سلاش. طيب علي الواو، من يعرف لي الواو؟ الواو هذا راه خطير يا جماعه. اه لا ارفع يدك وقول لي خطير هذا الواو. نعم حرف عطف مبني على الفتح مبني على الفتح. تعرفوا كم يوجد من واو في اللغه العربيه؟ شكون يعرف؟ هيا نبداو نحسبوا. عفوا زوج واو العطف، واو المعية، واو القسم، واو الحال. شفتوا شحال من واو؟ كاين ربعة. ايه كل وحدة واش تخدم؟ وحدة تنصب، ثاني الأخرى تنصب، والأخرى ما تخدم والو وإنما تراكورد برك. ها؟ ايه وحدة وحدة تجر. وحدة تجر أحسنت. نعم قسم. شبا كاينة وحدة ترفع؟ واو الاستئناف، ولكنها لا تعمل شيئا انما مما الذي ياتي بعدها اذا كان فعليه فهي على حالها، واذا كانت ابتداء فهي للرفع، لكنها ليست هي التي رفعت. هذه الخامسه. طيب عليا اسم معطوف على شاعر، توافقون؟ خطا. محمد معطوف على محمد وليس معطوف على النعت، مع المنعوت. نعم انتبهوا للاعراب. اذا عليا معطوف على محمد، اذا منصوب بشعر. منصوب برأيته. باش منصوب؟ بالتبعية. بالتبعية. هملوا على بالك بلي تعبتوا، على بالك تعبتوا. منصوب بالتبعية وعلمتوا رسمي فتح دار على خيره. بقى لنا التوكيد والبدر والحبسوا يا جماعة. خلاص نحن مازلوش نحكوا كاع. وبعد نجوا للبخاتيك. البراتيك راه صعيبة يا جماعة. هو صعيبة والو ما تخافوا ما والو. لا يخوفك بالعلم هذا ما يعرفش. ايه بالعكس لازم يحبوا لك يعني. راني كنت راح نجيب لكم تبع حلوى هذا. ما خرج مرة. لا لا التنظيم جماعة التنظيم ما وفرونيش في الفكرة. قلت لهم كاع. طيب التوكيد. وعليا ها هيا نوكدوا هيا. نفسه عينه. نفسه عينه نجيب واحد آخر. ذاته. ها. ذاته. ذات. من يعرف؟ من يعرف ذات علي؟ تفضل. نعم. تفضل. ذاته. ذات 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 توكيد معنوي منصوب بالتبعية نعم وعلامة الرسمية فتح الظهر الهاء ضمير متصل وهو مضاف والهاء متصل مبني على الضم في محل جر مضاف جميل بالإضافة جميل الآن بقي لنا البدل بدل كل من كل بدل بعض من كل بدل كل من بعض ها نستطيع أن ندخله هنا بدل ما نقدروش قدروش معلومة كبيرة سبحان الله دائما نجيبوا مثال اخر ايه نجيبوا مثال واحد اخر قمت الليلة قمت الليلة كله نصفه خلي ما نحدوش واش شحال بقى بعضه قمت الليلة بعضه انا الان ما تحيرنيش قام وتاء تحيرني الليلة ماذا نعرف الليلة؟ متأكدة مش ظرف متى كان القيام؟ في الليل ها قمت في الليل قمت الليلة هذه تحتمل تحتمل الظرفية والمفعولية تحتمل الظرفية والمفعولية لكن الراجح ما هو ها لا 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 يفسر ما بعده احسنتم الظرفية لان القيام كان في الليل ظرفه هو الليل هذا هو ولكنه يحتمل ولكنه يحتمل إذا قمت هو الفعل فاعل الليلة ظرف زمان ظرف زمان مبني على منصوب بالفعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره بعض ها بدل من كل بدل من كل يعني بدل بعض من كل إيه بدل من كل اللي هو من الليل منصوب بالفعل وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف لها كما عرفتم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم شيخ. بقيت تفضل بقي حالي اسمح لي فقط بقي ان نقول ان هذا الذي اخذناه هو مفاتيح علم النحو وليس هو علم النحو هو مفاتيح علم النحو فقط باذن الله تعالى وباذن الله تعالى اذا اردتم ان تنالوا هذا العلم فما عليكم الا بالممارسه والتمرين والتطبيق هنا اتي واستشهد بكلامي
ابن مالك حينما بينا أن جزء العلم يعطي كله، والعلم قطعا لا يعطى لك كله، لا يعطى لك، إنما يعطيك الله تعالى ما من الله تعالى به عليك منه. يعني يقول لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، هذا العلم. فوش يقول ابن مالك في لامية الأفعال؟ يقول الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبرئ حمدا، الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فهاك نظما محيطا بالمهم، وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. هذا لا قصدي، أعطيتكم جملا، ما هي جمل، جمل الأمثلة خاص، لا لا، وإنما أعطيتكم مجملات من العلوم. فالذي ينال هذه المجملات فالتفاصيل تأتي تابعة بإذن الله، صدقون. نعم، إذا وش قال؟ فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل، يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل مضاعف مضغما أملاك حس به وحط عق ومن صف لا حلل ورحمة. هذا اللي قلنا، وخب صب وطب الجبح وود بر لذة وشلت كفه وشال إلى قارة وحرر مشره. وفي الصحاح ابن الضم فيه على لمح التعدل إذا كلمح قد نقل إلى فرطب بذب وغضب ورحمة. المجملات هي التي تدخل، هي تلك الأصول التي تدخل تحتها الفروع والمسائل، هذه المجملات. الآن الأسئلة، تفضل. في المساء إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني بعد الزوال إن شاء الله. زوج أربعة اتفقوا عليها الرجال، ايش معكم اعتراض؟ طيب زوج أربعة خلاص موافقين. نعم زوج أربعة ان شاء الله، هو تطبيقات وتمرينات على اللي كنا نديرهم ان شاء الله. وانا نجيب معايا مطرقة. نعم تفضل. يا الشافعي رحمه الله ايضا قال لن ينال العلم جميعا احد، لا ولو أدركه ألف سنة، إنما العلم عميق بحره بكل شيء أحسن. ما شاء الله، لا بالك أنا قرأت الكتاب نحن ترك عيني على واش؟ عيني على ألف سنة، مش تعرف لي ألف سنة؟ ضرب زمان، جاء الضرب زمان، وما بعدها مضاف إليه، مضاف إليه. ثم صمت لك، يعني استدلال. تفضل. لا عادي بسم الله. عادي. بارك يا حاي صح النساء الفحلات. انا سمعت كيفاش ما فكرتونيش. طيب قلنا تكلمنا على ظرف الزمن، لكن ما عطيناش مثال لظرف المكان. عطينا ظرف المكان. لاحظوا معي، ظرف مكان ومنصوب، ولكن الاشكاليه شوفوا في الاعراب. نقول مثلا أنا مازلنا في المنصوبات. شوفوا ظروف الزمان كلها تصلح أن تكون أسماء الزمان كلها تصلح أن تكون ظرفا. المطلق منها هو المقيد، تمشي المطلق منها هو المقيد، يعني المحدد وغير المحدد. لكن في اسم المكان يفرقون بين المحدد وغير المحدد. غير المحدد يصلح أن يكون ظرفا، مثلا نقول القلم فوق الطاولة، فوق اللي هو الفوق، كل فوق، صحيح؟ فهمتم ولا ما فهمت؟ أو اتجه يمينا، شمالا، خلف، وراء، تلقاء، حذاء، يعني حذاء بمسميه بحذاء. فهذه كلها مطلقة، لأن شمالا، جنوبا، شرقا. الشمال قداش فيه من مترة؟ يا ما شمالا تمشي يمشي حتى ترجع اللور ولا لا؟ ونفس الشيء بالنسبة للجنوب وهكذا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهذه مطلقة ليست محددة. أما المحددة في المكان فلا ينصب على المفعول على الظرفية،
لا ينصب على ظرفية إلا بفي، إلا بفي. فهمتم ولا ما فهمتم؟ محمد في البيت، محمد في البيت، ها؟ نعم، أو لقيت محمدا في البيت. في البيت الآن هذا نقول هي ظرف، هي جار ومجرور لكنها تفيد ظرفية، لكن لا نعلبها أنها ظرف منصوب، إنما باشنا مجرور بفي. لاحظ هذا المثال، هذا المثال اللي كنت نحاول نقوله أنا. دخلت المسجد، ولا الدار محدد ولا مطلق؟ محدد، الدار محدد. طيب المسجد، وش نعرف بالمسجد؟ دخلت، وكم موافقين، فعل وفاعل، خلاص. المسجد، من يعرف لي المسجد؟ أنت، أنت الذي تفرك لحيتك. نعم، قول هذيك هي، أني حاسب اللي تعرفها. ها؟ منصوب، ايه؟ معليش، خطأك مقبول، أنت هنا لفعل ذلك، أحسنت أنك أخطأت. لاحظوا هنا، وش قلنا على الظرف؟ وش قلنا على اسم المكان الذي يكون واش محددا؟ وش قلنا نجيبه؟ نجيبه في، أو نجيبه حرف الجر. ها هنا انتبهوا انتبهوا، هل دخولي أنا كان في المسجد أو دخلت؟ ها دخلت إلى المسجد، هو الأصل، دخلت إلى المسجد، هذا الأصل، هذا الأصل، دخلت إلى المسجد، أو موش ظرف، أو موش ظرف بمعنى المنصوب على الظرفية. انتبهوا ما هو. إذا دخلت فعل وفاعل، المسجد، اسمع مليح وش تقول، وش تقول له؟ اسمع، هذا اسم مجرور، هو في الحق اسم مجرور، ولكن وش يقولوا؟ يقولوا مفعول به، ولكنه ليس مفعولا به، هو وقع إليه الفعل وليس عليه. انتبه، منصوب على نزع الخافض. ما هو الخافض؟ هو حرف الجر، هو حرف الجر، هذا اللي حبيت نقولها لكم، ما تخدعكمش، فهمتم؟ هذه اوبسيون شويه مش صعيبه، ولكن اكسبسيونال، يعني حاجه خاصه هكذا. يقولوا منصوب على نزع الخافض، لما نزعنا خافضه انتصب، انتصب ليشابه المفعول به، والا في الحقيقه ماهوش مفعول به في الصناعه، برك نقولوا مفعول به هكذا، ولو ماهوش مفعول به هو راها يعني مجرور بإلى، دخلت إلى المسجد، إيه؟ لأن الدخول ما وقعش على المسجد، وما وقعش في المسجد، وقع إلى المسجد، وقع خارج المسجد وصار إلى داخله. فهذا اللي يقولوه يسموها النصب على نزع الخافض، لما نزعنا خافضه، خافضه رميش الكسرة، ها هذا الخافض، الخافض اللي هو الجار، فهمتم؟ ما الذي جره؟ سبب خفضه هو إلى، لما نزعنا إلى انتصب، انتصب على نزع الخافض. عرفتم هذا؟ فقط هذه الملاحظة الذي كنت، التي كنت أريد أن أقولها. بارك الله فيك ابنتي، تفضل. ها ها، وش به في المنصوبات؟ إيه نسيناهم، معلش، هذا اثنين صحيت، أحسنت. لما رأينا في المنصوبات خبر، عفوا، اسم كان وخبر إن، اعكسها في المنصوبات، خبر كان واسم إن، خبر كان لأنه منصوب، ها، كان الجو باردا، فباردا منصوب على الخبرية، ولكن خبر ليس للمبتدأ، لأن المبتدأ ذهب نسخ، أصبح كان هو مسيطر، أصبحت الجو كان مبتدأ، لكن ماذا أصبح؟ اسم كان، والخبر كان خبر المبتدأ، أصبح خبر كان منصوب بكان وعلامة نصب الفتحة الظاهرة الأخيرة. كذلك في إن، إن الجو بارد، أو إن الجو حار، كذلك إن هي الناصبة للمبتدأ فأصبح اسما لها، فنقول الجو اسم إن منصوب بها وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. هذه هي المنصوبات. إذا المنصوبات ما هي؟ المفاعيل الخمسة، سنعيد، المفاعيل الخمسة: الحال، التمييز، المنادى، المستثنى بإلا، المستثنى بإلا، والتوابع الأربعة: خبر كان واسم إن. هذه فقط المنصوبات، لكثرتها أخرتها. تفضل. نعم، لا، المصدر هو المفعول المطلق. ايه انت ما حضرتش في البداية، ها، هو المفعول المطلق وانتهى. مفاعيل الخمسة: مفعول مطلق،
به فيه معه لأجله. نوقف الحصة لأن الأسئلة إذا كانت عندكم أسئلة دونوها لأنفسكم، نبدأ بأسئلتكم بإذن الله تعالى بعد الظهر إن شاء الله بإذن الله في الساعة والله على الساعة في الساعة ظرف في الساعة الثانية والربع، ثم بعد ذلك نتناول بعض التطبيقات والتمرينات و سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.